بطل شغل فتره من الزمن. انت مبطله اساسا؟ امال انا هنا بعمل ايه؟ ده كده صدفه. طب ماشي هبطل ده كمان. هبطل صدف. اللي بيع قايل لي عليك يا ابو البياع يقول لي ده انت كل المحلات عارفه قصتك وحكايتك. يعني بتلفي على اوض الجروبات. اختي هدي ممثله شامله. شامله برقص اهو وبتغني وبتقول نكت وعينيها خضره وبتقلب زرقاء وساعات صفر. عندك اليخت والطياره والمركب. أيوة أيوة. والطياره وعندك فيرساتشي وارماني وفندي وجوتشي. مخوفاهم انا الصندوق الاسود. ايوه واحده فيكم تفتح بقها دلوقتي. بس بقى سيبوها لي بقى. نفسي من الاحد الى الخميس في 9 مساء على القاهره والناس. اهلا بكم في العاصمه.